بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله رب العالمين هنحل مع بعض بقى الجزئية الباقية معانا من تمارين أسئلة الاستنباط. هنحل الأسئلة من رقم 71 لحد آخر ملف. الأسئلة دي نزلت قبل كده محلولة، بس طبعا كانت محلولة فيها أخطاء لأن جبتها كده جاهزة ونشرتها لكم، ولكن هعدل لك الإجابات بقى وأنت ابدأ أعلم معايا. الأسئلة دي نزلتها برضو مجابة بي دي إف على الجروب، فلو أنت عايز تعلم سريعا يعني وتشوف سؤال معين بص عليه. في أول سؤال يا شباب رقم 71 بيقول لي I am sorry I am late، أنا آسف أنا اتأخرت. I not come on time، أنا كان المفروض آجي بالوقت المحدد. عايزك تفهم كان المفروض آجي دي حاجة من اتنين، إما إنك تقول لي should have وتجيب الباست بارتيسيبل اللي هو come، أو إنك تستخدم ought وبعدين to have والباست بارتيسيبل اللي هو come. أنت قدامك في الاختيارات ought to have والباست بارتيسيبل come قدامك أهو. الجملة الثانية اللي هي 72 you not arrived late، توصل متأخر for your exam لامتحانك. تعال نشوف ought to have يعني كان المفروض توصل متأخر، ولا shouldn't have arrived يعني المفروض ما كنتش توصل متأخر، ولا ought to. طبعا ought to و should ما ينفعش نفكر فيهم لأن الناس دي عايزة بعدها فعل في المصدر وأنا قدامي بسط بارتيسيبل. In summer tourists should wear a hat and not، في الصيف السياح يجب إن هم يلبسوا قبعة و to sit، ما دام في تو قدامك فانت عايز اوت، مفيش غير واحده بس اهي ومنفيه كمان، يبقى هي دي الاجابه كمان، يبقى اوت نوت تو سيت. عايزك تفهم ان اسمها اوت الاول وبعدين النفي كلمه نوت وبعدين في الاخر كلمه تو، ما تقولش اوت تو نوت. طيب 74 وي didn't سي طارق ات ذا سبورتس كلاب توداي، احنا ما شفناش طارق النهارده في النادي. هي هو زير هناك، احنا ما شفناهوش، يبقى هو اكيد لم يكن هناك. تعال نشوف الاختيارات، مايت بي ربما انه كان هناك، must have been يعني اكيد كان هناك، ولا might not have been ربما انه ما كانش هناك، ولا could be استطاع ان يكون. اكيد انت في الاجابه ما لقيتش غير might not have been تنفع، بمعنى احنا ما لقيناش طارق النهارده في النادي فهو ربما ما يكونش حاضر النادي، وعلشان كده عشان ينفع كانت have been عشان تنفع يعني فهو ما جابهاش في الاختيارات. طب معناه ايه دي؟ هيبقى الجمله معناها احنا ما قابلناش طارق النهارده، اكيد ما كانش موجود، ما هو لو موجود كنا قابلناه. 75 I can't find my book and I'm not sure where it is. ابص انا بقول لك الحته دي اهم حاجه، بقول لك انا مش لاقي الكتاب بتاعي وانا مش متاكد هو فين، فانا ربما اكون تركته. بص انت قلت لي ربما اكون تركته، دي مضارع مضارع؟ لا ده ماضي، فحضرتك عايز might have past participle اللي هي دي. طيب وخلصنا الاجابه. طب رقم 76، قبل ما احل 76 عايز اكتب ملحوظتين اتنين. في فرق لما تقول لي I am sure he isn't، دي حاجة، وإنك تقول لي I am not sure he is، في فرق شاسع بين الاتنين دول، إيه الفرق بين الاتنين؟ لو أنت قلت لي I am sure he isn't يبقى أنت كده قصدك تستخدم كلمة can't، ليه؟ أصلك بتقول أنا متأكد إن هو مش علي، يبقى he can't be علي. طب لما أنت تقول لي I am not sure أنا مش متأكد بصراحة، يبقى may أو might. ركز تاني كده، لو قال لك I am sure وبعدين فاعل وبعدين نفي يبقى دي كانت. طب I am not sure مش متأكد أصلا يبقى may or might. طب يقول لك my uncle not return today I am not sure أنا مش متأكد. بص لسه بحكي لك I am not sure يبقى may or might، يبقى my uncle might not return today. يعني تفهم إن may or might بستخدمه في المضارع عادي. They not lunch their food is in the fridge، أكلهم لسه زي ما هو في التلاجة يعني أكيد لم ياكلوا، اكيد ما كلوش، اكيد ما كلوش، يبقى ده اكيد نفي، يبقى المفروض نقول كانت هاف هاد اللي هي رقم سي. طيب بعد كده it not اكيد could cold there is snow on the ground in the photo، الصوره اللي انت بتفرجني عليها دي مليانه جليد وتلج، اكيد الدنيا كانت برد، اكيد كانت يبقى مثبته، يبقى could يبقى must have been. طب لو انت شايف الشمس ضربه ومولعه في الناس والناس ماسكه مناديل بتمسح العرق يبقى كانت هاف بين كولد، اكيد ما كانتش برد. 79 هي نوت كولد هي از نوت ويرينج ا جاكيت، الراجل مش لابس جاكيت يعني اكيد مش بردان، اكيد مش بردان، يبقى كانت بي. طيب رقم 80 علي نوت هابي بي هابي هي هاز جاست ون ا جولد ميدال، علي لسه حالا فاز بالميداليه يعني اكيد هو يكون سعيد، اكيد يكون مثبته يبقى ماست. طيب كريم thought that he had shut the gate، كريم كان فاكر ان هو قفل البوابه بتاعه المزرعه، بس دلوقتي المعيز كلها في الشارع، يبقى هو اكيد ما قفلش البوابه، يبقى كانت هاف شط، هو كان متخيل انه قفل البوابه، رحنا لقينا الغنم كلها بره يبقى اكيد ما قفلش. 82 الجمله طويله شويه حدوته كده بس سهله وعبيطه جدا، بقول لك انا سبت لوحه ورقه مكتوب عليها لامي ان انا هرجع الساعه 6
ما ترنيش عليا يا ماما، انا هاجي الساعه 6 ان شاء الله. بس هي رنت عليا في الساعه 5 ونص وطلبت وسالتني هو انت فين يا ابني، ما جيتش لحد دلوقتي ليه؟ يبقى كده هي اكيد ما شافتش، اكيد لم ترى، يبقى كانت هاف ريد ماي نوت. هتقولي طب ليه ما ناخدش كانت ريد؟ كانت ريد يعني اكيد اكيد لا يقرا، اكيد لا يقرا، دي غير دي خالص، ملهاش علاقه ببعضيها. انت جملتك ماضي مش مضارع، يبقى كانت هاف ريد. 83 بيقول لك my friend told me that the homework was on page 41. بسأل واحد صاحبي يا عم الواجب في صفحة كام؟ قال لك صفحة 41. فتحت الكتاب وبدور على صفحة 41، ما لقيتش أصلا صفحة 41، لقيت الكتاب آخره 35. حلو، ده معناها إن هو إيه؟ a mistake، خطأ. أكيد، بص أنت بتقول بالعربي إيه؟ أكيد عمل خطأ، أكيد ارتكب خطأ، أكيد مثبته، أكيد ارتكبه، يبقى must have made. طيب ليلى took her driving test yesterday، ليلى خدت امبارح امتحان قيادة ودلوقتي هي شكلها سعيده وعماله تضحك ومبسوطه، يبقى هي اكيد نجحت في الامتحان، يعني must have passed. وكان ممكن نقول can't have، اكيد مش failed، اكيد لم ترسب في الامتحان. 85 everyone is putting their umbrellas up، كل واحد عمال يحط في الشمسيه بتاعته، يعني يفتح الشمسيه، يبقى الدنيا اكيد اكيد بتمطر، يبقى must have started raining، من المؤكد انها بدات تمطر. He not missed the train، فاته القطار. He is usually late، دايما متأخر يا عيني، يبقى هو أكيد فاته القطار، يبقى must have missed. His watch ساعته cost a lot of money، ساعته دي كلفت فلوس كتيرة. It's made of plastic، ساعة بلاستيك ملهاش أي 60 لازمة، يعني معنى كده إن هي كانت have cost، يعني أكيد مش كلفت، يبقى دي كانت have والباست بارتيسيبل أهو. طب لو قال لك مصنوعة من الجولد، مصنوعة من الذهب، في الحالة دي كنت هتقول لي must have cost much money، اكيد كلفت فلوس كتير. It not been very windy during the night، there are branches all over the ground، بقول لك في افرع شجر مرميه في كل مكان في الاوضه، يبقى اكيد الدنيا كانت عاصفه، اكيد كانت، يبقى must have، وادي التصريف الثالث. Tunneling under the night، ان الحفر والتنقيب تحت النيل. Been easy، سهلا. I am sure it was difficult، انا متاكد انه كان صعب، يعني معنى كده اكيد لم يكن، اكيد ما كانش يعني سهل، يبقى كانت هاف بين ايزي. افهم الجمله دي عشان اعكسها لك، التنقيب اكيد مش سهل، انا متاكد ان هو كان صعب. My father didn't have ولا ايه من دول، يعني walked to work this morning، his car is still in the garage، عربيه بابايا في الورشه في الجراج لحد دلوقتي. ده معناها ان هو اكيد راح الشغل ماشي، اكيد فعل، يبقى must have والباست بارتيسيبل. He can't walk، ما بعرفش يمشي، يبقى هو بي ال، اكيد مريض، يبقى ماست بي ال. في الجمله دي عايز احذرك من حاجه، لو ما كانش اداني ماست هنا كنت انا هقول لك مايت بي ال او مي بي ال، ربما انه مريض عشان كده مش عارف يمشي. في 92 بيقول لك هي سبنت سو ماتش ماني، بيصرف فلوس كتير جدا، يبقى هو اكيد غني، ماست بي ريتش. خد بالك ماست بي وصفه زي ما اتفقنا. يو نوت finished that book already، you bought it only yesterday، انت لسه شاري الكتاب بتاعك ده امبارح، انت هتهزر؟ انت اكيد مش خلصته، يعني اكيد لم تنتهي منه، يبقى you can't have finished. قاعده دايما اقول وكل سنه بقول نفس الكلمه، ما ينفعش معاها الترجمه غير باستخدام مش الشرقويه بتاعتنا احنا، تمام؟ طيب عشان ما تقولش ما حدش يتريق على الشرقوه بعد كده، يعني كلمه اهي هي اللي بتظبط لك القاعده. الواد رقم ايه بيسال بي، بيقول له اي دونت نو وير ماي سكول باج از، بيسال مامته بيقول لها يا ماما انا مش عارف الشنطه بتاعتي فين، فقالت له يا ابني والله هي مش هنا، يبقى انت سبتها في القطار. مصنت ملهاش دعوه بالاستنباط، اكيد ما سبتهاش في القطار، ربما انك تركتها في القطار، اكيد ربما سبتها في القطار. طيب رقم 95 لوك هشامز كيز ار اون ذا تيبل، بص يا عم ادي مفاتيح هشام مرميه على الترابيزه، يبقى هو شافهم لما كان خارج، اكيد ما شافهمش طبعا، ما هو لو شافهم كان خدهم، يبقى كانت هاف سين. الاي بيقول اي رانج يو ذس مورنينج، على فكره اتصلت بيك النهارده الصبح وانت ما ردتش عليا، ليه بقى كده؟ قال له انا اسف، انا اكيد كنت نايم، يعني اكيد ما رنتش، ما اتصلتش او ما ردتش عليك، اكيد كنت نايم، اكيد كنت نايم، يبقى مصد. وعلى فكره كان ممكن يقول له اي كانت هاف هيرد ذا فون، اكيد ما سمعتش، اكيد مش سمعت الفون. 97 هيز اونلي بين ان ذا لابوراتوري فور 10 مينتس، لسه داخل المعمل، اذا كان هو داخل المعمل ما كملش 10 دقايق، يبقى هو بالتاكيد لم ينتهي بعد، لم ينتهي من العمل ان التجربه، اكيد مش خلص التجربه. بالمناسبه عايزك تعرف ان كلمه اونلي لما تبقى موجوده في جمله فالجمله دي لازم يكون فيها مصيبه، ركز في دي. علي فيل اوف هيز بايك، علي وقع من الدراجه بتاعته النهارده الصبح. دو يو ثينك دو يو نو اف هي از اوكي، تعرف هو كويس ولا ايه؟ فقال لك امه بتقول ان هو ربما ولا سوف ولا
من يستطيع يعني ولا didn't. المهم امه بتقول ربما ان هو يكون اصلا كسر دراعه ولا حاجه يبقى مايت. طيب هي كانت او كده ريتش، هي اونز تو كارز، عنده اتنين عربيه وعنده واحد منزل ضخم كبير جدا، يبقى اكيد ده غني حضرتك، يبقى ماست بي ريتش. ده معناها ان هو اكيد مش فقير، يبقى كانت بي بور. طيب رقم 100 هي كانت، المهم هي ايه، ال هي ايتس لايك ا هورس، ما شاء الله عليه بياكل بيلتهم الاكل زي ما يكون هو حصان، اكيد مش مريض طبعا، ده لو مريض ما كانش بياكل كده. يو هاف بين ترافلينج اول داي، انت طول النهار ماشي في الطريق مسافر، يبقى انت اكيد تعبان، اكيد يبقى ماست بي تايرد. طب ليه ما ناخدش حاجه في الماضي، ان اقول لك انت طول النهار ماشي يبقى انت دلوقتي اكيد تعبان، مش هقول لك اكيد انت كنت تعبان. زي هافنت ليفد هير فور فيري لونج، هما مش عايشين هنا من زمان يعني. زي نوت ميني بيبل، يبقى اكيد مش عارفين ناس كتير، هما مش عايشين من زمان هنا فاكيد مش عارفين ناس كتير، يبقى كانت نو ميني بيبل، مش اكيد لا يعرفون، مضارع يعني. علي هازنت كونتاكتد مي، علي ما اتصلش بيا على فكره، يبقى هو ماي مسج، اكيد لم تصله رسالتي، اكيد مش وصلته، يبقى اكيد لم اللي هي كانت. She not her. I know for certain that she is away on holiday. هي في اجازه على فكره، وانا عارف بالتاكيد ان هي في اجازه، يبقى هي اكيد مش موجوده، اكيد مش هنا دلوقتي. She not last night. I am not sure. بص يا باشا، انت قلت لي حاجه من الاثنين، لما اقول لك I am not sure يبقى انت عايز may او might، لكن لو انت قلت لي I am sure وبعدين جبت لي فاعل، جبت لي فاعل وبعدين نفي، هنا في الحالة دي أنا بفكر في كلمة، لو المعنى منفي بقى هفكر في كلمة كانت أو هفكر في كلمة ماست، كلام خلصان. طب أنت بتقول لي هنا في الجملة ديت I am not sure، I am not sure يبقى may or might، يبقى أنت هتقول لي كده might have arrived أو may arrive. طب مين فيهم؟ والله يا فندم دي ترجمتها تطلع مضارع، دي ترجمتها تطلع ماضي، ونشوف المعنى. هي إيه ليلة امبارح؟ ربما أنها وصلت متأخرة عشان الماضي. 106 She not yet. It's much too early. لسه بدري جدا، يبقى اكيد ما وصلتش، يبقى can't have arrived yet، اكيد مش وصلت لان لسه بدري جدا. I can't find the theater tickets. انا مش لاقي ولا تذكره للمسرح، تخيلوا، يبقى هم ايه out of my pocket، اكيد التذاكر كلها وقعت، اكيد سقطت، يبقى must have fallen. طب ليه ما ناخدش must be falling؟ must be falling معناها اكيد تسقط الان امام عينيك، طب ما تاخدها وتسكت. طب must fall يعني اكيد بتسقط في المضارع، وانت بتقول مش لاقي تذاكر يبقى التذاكر اكيد وقعت، اكيد سقطت في الماضي. I not out but I didn't feel like it so I stayed at home. بقول لك انا ايه اخرج يعني، بس ما حبيتش اخرج فعشان كده انا قعدت في البيت. يبقى على فكره كان ممكن اخرج النهارده، بس لقيت ان الخروج ده ملوش اي 60 لازمه، يبقى could have gone، كان ممكن انا افعل. What do you think of my theory؟ ايه رايك في النظريه بتاعتي؟ قال لك I am not sure، يبقى انت عايز may or might، ادي might في may، لا يبقى خدها واسكت، معناها ربما تكون صحيحه. طيب 110 Do you know where هلا is؟ تعرف امال فين هلا؟ فقال لك لا I suppose، اعتقد افترض ان هي ربما تكون ذهبت للتسوق، يبقى might have gone. 111 He doesn't speak Arabic، ما بيتكلمش عربي، يبقى هو مصري، ما بيتكلمش يبقى اكيد مش، يبقى can't be. She never does any work، ما بتشتغلش اي شغلانه خالص، but he never does any work، ما بيشتغلش اي شغلانه، but هو دايما في قمه الفصل، ما بيعملش اي واجب ولا اي شغل ولا اي حاجه في المدرسه، بس دايما هو في قمه الفصل، يبقى هو ذكي جدا، اكيد ذكي، يبقى must be very clever. Tom not his letter because it's in French and he doesn't know French. هو ما بيعرفش فرنساوي والجواب ده مكتوب بالفرنساوي، يبقى اكيد مش هو اللي كتب الجواب، اكيد مش هو، اكيد لو قلت لي مش، ها فاكرين عارفين الجره يا جدعان، اول ما تمسك جره كده اعرف ان دي على طول كانت، كانت اللي هي مش على طول، اكيد مش. He not the accident. He was ill in bed when it happened. لما الحادثه حصلت اصلا هو كان مريض وكان قاعد في السرير، يبقى اكيد ما شافش الحادثه، يبقى كانت have seen. 115 he not been injured there was blood on his face، في دم على وشه، يبقى اكيد مصاب، يبقى must have been injured. Your mother not a great cook، امك دي اكيد طباخه ولا اكيد مش طباخه، مين في دول يعني. You are always keen to go back to eat. في ملحوظه هنا عايزك تعرف ان keen on بنجيب بعدها الفعل مضاف له ing، ممكن نستخدم keen to والفعل في المصدر، وبالمناسبه انت عارف interested ان بنجيب بعدها الفعل المضاف له ing، او interested to الفعل في المصدر، لو انت مش عارف الكلام ده سجله، لو انت عارفه خلاص يبقى انت عرفت معلومه قديمه.
بقول لك مامتك دي اكيد طباخه كويسه، ماست بي، اكيد هي بتكون طباخه كويسه، ما انت مستعجل وعايز تروح، ما بتقعدش تاكل معانا في المطعم ولا ساندوتش. 117، I don't know why I am so tired these days، مش عارف انا ليه دايما تعبان كده اليومين دول. انا not too hard or maybe I am not sleeping well، ربما اكون بشتغل باجتهاد مثلا، يبقى I might work ولا might be working. بص بقى انت بتقول اليومين دول يبقى حدث مستمر، يبقى might be working اللي هي رقم A. طيب بعد كده do you know where Carl is، تعرف امال كارل فين؟ قال لك هو out، his car keys are on the table، مفاتيحه على الترابيزه، يبقى اكيد مش بره، اكيد مش بره، اكيد هو في البيت موجود، لان المفاتيح هنا، لو هو بره كان خدها. you seem to know everything about the theater، انت عارف كل حاجه عن المسرح، يخرب بيت دماغك، انت اكيد بتحضر في كل اسبوع، يبقى must go. to give the promotion، promotion اللي هي الترقيه، to give the promotion to هارولد was silly، ان احنا ندي الترقيه اللي هو اسمه هارولد ده، ده كان موضوع سخيف بصراحه وغباوه من المدير. هو much about this company after only a year of working here، هو اكيد ما يعرفش كتير عن الشغل، يعني ده لسه شغال هنا من سنه واحده، يبقى can't know. تاني ان المدير يدي ترقيه لهارولد، يبقى الراجل ده ما يفهمش حاجه، لان هو اكيد مش شغال معانا من زمان. او the phone is running، ايه ده التليفون بيرن يا جدعان، answer it، رد عليه، اكيد ده كيت، هي او اكيد دي كيت، هي دايما بترن في التوقيت ده، يبقى must be. طب ليه مش must have been، التليفون بيرن وانا بقول لك اكيد تكون كيت. 122، that is the second new car they have bought this year، دي تاني عربية بالصلاة على النبي اشتروها السنة دي، الناس دي اكيد غنية يا جدعان، يبقى must be rich، وكان ممكن اقول لك can't be rich، يعني can't be sorry، can't be poor، يعني اكيد مش فقراء. كده احنا خلصنا 122 جملة على قاعدة الاستنباط اللي اسمه deduction، والحمد لله رب العالمين كل قاعدة بناخدها بنعمل فيها نفس العمل الجميل ده. احنا ان شاء الله زي ما انتم عارفين عدلت الجدول يا شباب، بحيث ناخد كل قواعد الترم الاولاني في الشهر ده ان شاء الله رب العالمين، هنخلص القواعد دي ونجيب كل القواعد الباقية. عايز اقول لك على بشرة كده، مفيش حاجة اسمها قاعدة هنسيبها، وعايزك تفهم ان احنا مش هنركز على القواعد بس، احنا هنركز على القواعد وعلى ترجمة وعلى القطع وعلى كل من قال انا انجليزي، كل ما يندرج تحت مصطلح اللغة الانجليزية هندوس فيه مع بعض، لان انت لازم تدخل امتحانك اخر السنة وانت واثق وقلبك جامد. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى ان الناس كلها تحضر الامتحان يا جماعة، الامتحان يوم الجمعة زي ما قلت لكم تقريبا، زي ما انا كتبت في الميعاد تقريبا من الساعة 4 لحد الساعة 10. الامتحان مش هيكون كبير، هحاول اخليه 50 نقطة. نظام حل الامتحان هيكون ازاي؟ هقول لك دلوقتي وهقول لك تاني. الامتحان هيكون ورقي، هنزل الملف PDF، حضرتك هتمسك الورقة دي تطبعها وتحلها وبعدين تصور اجابتك وتبعتها لي، او تكتب لي رقم 1 خدنا كلمة كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا، والتليفون امتحان على تليفونك عادي، وتكتب لي الاجابات في ورقه وتصورها وتبعتها لي، وانا هعلمها وارد عليك عشان اعدل لك واعرف كل واحد اخطاه فين. اتمنى ما حدش يهرب من الامتحان، لان ما حدش هيعرف درجتك غير انا وانت فقط. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.